السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله بالشباب. السلام عليكم أبو جاسم الحنحوني، حيا الله أخوي صالح الفاعوري، ميت هلا وسهلا، الله محييهم الشباب. حيا الله اخوي علاء، الله محييك حبيب القلب. عقيل العقلة ابو الحكم، الله محييهم ولاد عميته، هلا وسهلا. سامر العقلة، الله محييك، هلا ولد العميته، هلا وسهلا. السلام عليكم جميعا يا شباب. شباب بالله فضلا وليس امرا، مشاركة على المجموعة لو سمحتوا، الله محييهم جميع. مشاركة مسؤول، كله خير كله خير. ابو جاسم الفاعور الحنحوني، والله يا خال كل الطرق تؤدي الى روما. تسلم يا اخوي محمد، الله يسعد قلبك. السلام عليكم، حيا الله ابو زيد، حيا الله بالشباب. شباب صوت وصوره فيه؟ حيا الله ابو زيد، الله يطول عمرك يحفظك ابن عم، اخبارك انت؟ أبشرك الأمور طيبة الحمد لله. شباب صوت صورة تمام؟ أبو خزيم، أبو جاسم وحد الله أخوي، ما نريد نستقبل اليوم اتصالات، عنا موضوع وصار عنا وقت، أبشر نتشرف أنك تكون معانا. تمام سام، سام اكثر شيء متجاوب معنا. تمام، كفو كفو ابو زيد، تسلم يا طيب، حي الله فيصل. تمام ابو سمره، تمام ابو الليث، حي الله. تمام، البث يعني متاخر شوي. تمام محمد اشعل، السلام عليكم. شباب عم هلا شوي مشاركة، شباب اللي معانا مشاركة. ردوا بابا. حي الله بالشباب، الله محييهم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله، حي الله أخوي ياسر. شباب مشاركات لأنه المجموعة هاي جديدة. وراح يكون كل شغلنا إن شاء الله هنا. تمام
حيا الله بالشباب جميعا، سلام عليكم جميعا، حيا الله ياسر، كل خير ان شاء الله حج ياسر، كل خير ان شاء الله، معنا غير خير ان شاء الله. محمد العجيل ابو هاني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حيا الله بالخال ميت، اهلا وسهلا. حيا الله اخوي سلطان المحترف، انا والله ما عرفتك، ارسلت لي بس لسه ما بدانا الكلام. من بك تعرف عن حضرتك اخوي سلطان؟ حي الله ابو نجم الدين الفواعوري، حي الله خال، والله ما عندنا افيار وخيار وفقوس، بس الاسم بالعربي نقراه رشن، بالانجليزي نخاف نقراه غلط. حي الله اخوي، الله محييك، والعذر من الله ثم منك. عليكم السلام اخوي احمد العقله، حياك الله، ميت هلا وسهلا بالجباك الشباب جميعا. حيا الله اخوي محمد العجيل ابو هاني، حي نباك انت، الله يطول عمرك يحفظك، حيا الله بالخال، هلا بتركي. شباب احنا ما نستعجل، بس عبين ما نرتب الامور شوي، مثل ما حكينا المجموعه جديده ودها شوي يعني وقت عبين ما تصل للعالم كلياتها. حيا الله بتركي، السلام عليكم فهد الفاعوري وفهد الهلية، الله محييهم. ابو الحكم الحنحوني، السلام عليكم، حيا الله خال، حيا الله اخوي عامر العقلة، حيا الله الشباب جميع، حياهم شباب، هم مشاركة شباب. جوتر ايدين دويتش، ايه ابو نجم الدين، ايه حامد الفاوري، السلام عليكم خال، حيا الله، حيا الله ابو محمود، حيا الله ابو محمود والنعم. أبو سام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شباب جميعا. إياد الوادي، حيا الله خال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخوي إياد. أخو إياد ليش مرة أنت ما شفت رسائلك غير إنه بوقت متأخر، لأني شلت التعليقات كلها على الجنب، ما طلعت لي تعليقات بنوب. يا ابو زيد، ونرحب بالمجموعه الجديده والضيوف كثار ما شاء الله، الله محييهم جميعا، السلام عليكم. عبود ابو واصل، حيا الله اخوي عبود. سلطان المحترف، نحن في زمن اذا تعطلت الكاميرات لا ياكل الفقراء، لا لهم الله اخوي سلطان، لهم الله، نحن وسيله ان شاء الله، حاشا لله انه ينسى انسان من رحمته، حاشا لله، الرزاق موجود وما تعرف كيف. على مهل ابو اخوي ابو محمود، على مهل لازم نحكي بالموضوع ان شاء الله. عندنا موضوع اليوم وموضوع بكره وبعد بكره، دائما مواضيعنا ناريه وشيقه وتصيب بالصميم. مشاركات شباب، مشاركات. حيا الله بالشباب، ارحب مليون مسهلة، حياهم جميع. ف
فيصل الفاعوري، أتمنى من الله أن يكون البث محبة وليس كراهية أخوي أبو محمد. إن شاء الله أخوي فيصل، إن شاء الله. نحن ما عندنا شيء عنصرية، ولكن وقت نحكي بشغلة موجودة على الواقع تتسمى عنصرية، ما عندنا عنصرية إن شاء الله. ونحن نريد اللوم ما نريد نفرق. حمص حمص، إن شاء الله خير، خير يصيبكم جميعا إن شاء الله. عقيلة العقلة أكشن. شباب مشاركات، شباب خل توصل الأمور للمجموعات كلها القديمة. مسؤول شاركها على المجموعة القديمة، مسؤول. ابو غازي عطول مستعجل، ابو غازي بده يسولف اول واحد وراح ينسحب اول واحد، انا عارفه. تحياتي ابو غازي. سلطان المحترف يريد الانضمام. اخوي سلطان والله بس خلينا نفتح موضوعنا وتعرفنا عن نفسك تشارك معنا، حياك نتشرف نحن. شباب كل واحد ينسخ الرابط تبع المجموعة ويحطه بصفحته وينشره، لكم الثواب والأجر. حيا الله أبو مهدي حبيب القلب، فقدناك والله، الله محييك. وين الغيبة يا رجل، حياك الله. أحمد فرحان الحمد. ابو غازي لسه ما بدينا الموضوع. اول شيء نحن نعزي يا ابو غازي بوفاة الحجة خالدية الله يرحمها، العمر لهم ان شاء الله، والله يرحمها والله يغفر لها يا رب والله يصبرها. ابو غازي عنده يعني الجو مو ظابط عنده، بس على الجوال ياخذ ويعطي. حذيفة العجيل في تشكيل مجموعة تشبيحية على الفيس، عم تحاول أن تتصدى للأحرار. ما يقدرون يا أبو زيد، ما يقدرون. الأحرار خذوا موقف وانتهى الموضوع. شباب مشاركة، شباب أحبابنا أخواننا، لكم الأجر والثواب. الله يسعدك اخوي ابو نجم الدين الفواعره، حييك الله يرحمهم جميعا، كنا على هالدرب. امين امين امين. شباب المشاركات يا شباب، على كل واحد صفحته معنا، هلا 90 واحد، يعني كل واحد يشاركها على صفحته، ينسخ الرابط وينشرها على صفحته، الامور تكون تمام. شباب انسخوا وارجعوا، الديوان مطول يعني ما راح يفوتكم شيء، ما راح نبلش غير تكون كلها ملتمه. عشق بدوي، سؤال في اليوم مش عندك؟ والله يا اخوي عشق بدوي مثل ما يقول لك المناطق سعد، يعني بدك تسأل هالسؤال بطريقة هيك ارتب. حيا الله زياد ابو علي، الله يرحم الشهداء والله يرحمهم جميعا. لا اله الا الله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال.
يريد سلطان المحترف الانضمام إلى الفيديو. طول بالك يا أخوي سلطان. أخوي سلطان بس بتقدر تعرفنا عن نفسك؟ الله يطول عمرك يا حبيبي، عشان ما نفوت بالحيط. أخوي سلطان المحترف، عشق بدوي. طيب أنا غلطت عليك شيء؟ لا يا خال، أنت ما غلطت علي ولا أنا غلطت عليك. حياك الله أخوي عشق بدوي. عشق بدوي، قاعد أسولف باحترام بس أنت مانك محترم. أشكرك أخويا عشق بدوي، كلامك كله احترام، أنت ممنونك. ابو نجم الدين لا تعصب خير، متعودين ابو نجم. شباب مشاركات، شباب هلا ومسهلا، حياهم جميعا، حيا الله. شباب مشاركات، شباب اخوي من هل حياك الله، من هل حمصي، حيا الله بالعم. نحن ما نحضر غير اللي غلط يا خال. يلا ابو زيد، المقدم أيمن الفدعوس معانا، نوجه له التحية. حيا الله أخونا المقدم أيمن على العين والرأس، حيا الله أخوي المقدم أيمن الفدعوس. أخوي أبو زيد ما تطول بالك، اخوي مرهف معلش يعني صبرك شوي اخوي، يعني الموضوع يعني اهم موضوع عنا يا اليوم، يعني عنا اهم موضوع. عماد السويد ما في داعي للمشاحنات، ما في مشاحنات، اي ما يتابع تعليقات. مسؤول بس قلت لنا باشر باشر. معاك أبو زيد، معاك.
ايش بك خاي؟ في شي خاي؟ عشق بدوي يا رجال، انا مروق معيب هالشي يهزني. حياك الله عشق بدوي، حياك الله خال. حيا الله السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو زيد، حياك الله. حيا الله بالشباب، حياكم الله جميعا، والله محيي أصلكم فردا فردا. الله محييك والنعم منك أخوي أبو زيد، حيا أصلك أنت. تحياتي للشباب جميعا، وتحياتي لكل الأحرار وللمشاهدين، اللي شاهد مباشر واللي شاهد بعد المباشر، وحياكم الله جميعا، ارحبوا مليون. يا حيا الله. اشناب والحه عقل ومن دون عقل، ويا حياكم الله حيهم. ابو زيد انت عم تكتب لي من شويه ان الموضوع شلون، ما فهمت عليك يعني. في 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 موضوع، احنا طبعا اليوم البث ان شاء الله هو حيكون اتجاه الاغاثات ان شاء الله، والمساعده الانسانيه ان شاء الله باذن الله تعالى، حسب ما كان الترتيب على مجموعة الأحرار الخاصة تبع التنسيقات. إن شاء الله. إن شاء الله حيكون اليوم البث هو عبارة عن عمل إنساني. عمل إنساني مساعدة الناس اللي موجودة في المحرر السوري. إن شاء الله إنه ما حد راح يقصر. وكل رجل إن شاء الله مقتدر. إن شاء الله ما راح يقصر بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. حبينا ندخل في مداخلة بسيطة هيك. يجب أن نوضح للناس، ويجب علينا أن نوضح للأحرار بشكل عام وللفواعرة بشكل خاص. هناك مجموعة تقوم بتشكيل مجموعة عبر الفيسبوك، اللي هي الشبيحة الفيسبوكية. هي شو اسمها بالواقع أبو زيد؟ كيف؟ هي شو اسمها بالواقع؟ شو مسمينها هم؟ هم ما بعرف شو يسموها بالضبط، لكن هم يعملون على هذا الشيء. أكيد مو الأحرار، أكيد مو الأحرار. لا طبعاً، هم أكيد مو أحرار، الحر ما يصرف على التصرف. أيوه. فيجب علينا أن نوضح إلى كل الأحرار، طبعاً هاي التسريبات تصلنا إحنا من الأحرار اللي يكونوا في المجموعات هاي الفيسبوكية الشبيحة، وتسرب لنا بعض المعلومات وبعض التخطيطات وبعض الأمور اللي قائمين عليها. لهين وبس، أيوة بالتسريبات. فنحن نشكر كل من يقف وقفة حر عبر التواصل الاجتماعي، عبر الفيسبوك، عبر يعني كل التواصل الاجتماعي، حتى ولو كان بالخارج أو بالداخل، احنا نشكره جزيل الشكر على موقفه المشرف وموقف الأحرار وموقف الحر ضد من يقوم بقمع الأحرار السوريين بشكل عام. فالناس اللي عم تقوم بتشكيل المجموعة لقيام بالتصدي بصفحة أحرار الفواعلة هم أشخاص يعني معروفين، ومعروف هدفهم وين. هم هزازين ذيل، وأنا أعرفهم وأنت تعرفهم والبعض. بين قوسين، بقيادة كم شبيح، مو كم شبيح، يعني شبيحين ثلاث من الحناحنة، مشان احنا نكون يعني مشان نكون أوضح. أوضح.
ابو زيد لا تتابع تعليقات، خلك معنا التعليقات وتضيعك وتكسرك اسئله ونفوت بالموضوع كلياته. لا لا ما انا ما اتابع تعليقات، يوم اللي اسولف وحكي ما ادحج على التعليقات السلبيه هذه، كلها ما ادحج عليها ولا ادور عليها. ما لا ما في التعليقات كلها تمام، التعليقات ما في شيء سلبي، بس يسالونك يفوتونك ويغيروا لك مجرى الحديث اللي انت بدك فيه. نحن ان شاء الله راح نكون يد بيد وقلب رجال واحد للتصدي هذه. الناس اللي عم تشبح عبر الفيسبوك، هم كم شخص من الحناحنة يقومون بتشكيل هذا المجموعة بدعم كيف؟ بدعم من أكيد من أكيد يا أبو محمد الدعم واضح، عرفت؟ من كان باجتماع لتشكيل جيش عشائر ليقوم بتهجير ما تبقى من الشعب السوري في الشمال السوري في المناطق المحررة كأطفال ونساء ومعاقين ومصابين التي بقوا على الأرض السورية المحررة، هو من يقوم بدعم الشبيحة الفيسبوكية لقيام بتشكيل مجموعة ضد مجموعة الأحرار التي تتكلم ضد هذا الشبيح المغفل التي خرج إلى الخارج وكان أحد الممثلين إلى أحرار الفواعرة في تركيا في مجلس العشائر، وعندما انتهت المهمة تبعه غدر وخان وعاد إلى حضن الوطن. تمام. أبو زيد الشباب يقولون خلينا نبدأ بالموضوع نحن مشان موضوعنا المساعدات الإنسانية ونطاوي مداخلة آخر شيء. فالحد احنا وصلنا الرسالة انه في مجموعة تقوم بالتشكيل ضد الثوار الاحرار، ضد صفحة ثوار الاحرار، مشان هذا الموضوع احنا خلينا على خطنا خلينا على الخط اللي كنا احنا مستمرين عليه وكنا منسقين عليه مشان موضوع الانسان. ان شاء الله ان شاء الله. حي الله اخوي ابو زيد، ادخل انت بموضوع الانساني وان شاء الله انا ارد اطلع معك مداخلة ان شاء الله. ان شاء الله. حي الله اخوي ابو زيد حبيبي، مشكور ربي امان الله ومن السلامات. حي الله. السلام عليكم واهلا وسهلا بالجميع، حيا الله اولاد عمنا حبايبنا وقرايبينا عشيرة الفواعرة الاحرار في كل مكان بالداخل بالخارج بالمغترب، حياهم الله جميعا وان شاء الله نلتم وما نتفرق. حيا الله بالشباب جميعا. شباب نحن عودناكم على ان شاء الله يعني مواضيع انسانيه ونساعد بعضنا ونساعد اهلنا وحبايبنا، وان شاء الله الجميع ما يقصر بهذا الموضوع. شباب بس بالبدايه بس حبيت يعني اخبركم لحظه. اي تمام. السلام عليكم شباب، نحن اليوم طلعتنا ما فيها عن اي موضوع سياسي اليوم حصرا، يعني اليوم نحن خصصنا الـ يعني العمل الإنساني، نحن على أبواب شتوية وعلى أبواب برد وسيول وطوفانات، نريد نساعد جماعتنا وإخواننا وحبايبنا بإدلب، بإدلب المحرر، وإن شاء الله نقدر بكل مكان نطولهم. مخيم وأرقبان هذا منسي ولا له عشاشة أبدا، إن شاء الله نقدر نساعدهم، إن شاء الله نتواصل معهم. نحن نريد بهمتكم وهمة أهل الخير وشرواكم والمتاجرة مع الله، نحن نريد الشباب الطيب اللي عاد تشوفنا وعاد تابعنا والنعم منهم جميعا، معارضين وموالين. نحن بالنسبة للمعارضة يعني ما نختلف، ما فينا بناتنا شيء بنوب، أكيد بيجي يوم والأمور تصفى وما يضل شيء بنوب، نظل أحباب ونظل ولاد عم والدم عمره ما صار مية. الموضوع يعني السياسي نختلف فيه ولكن ما يصح غير الصحيح، بعدين ممكن نطلع على الغلط ممكن هم يطلعون على الغلط، ولكن ما يصح غير الصحيح ابدا. وحياكم الله واهلا وسهلا بالجميع. شباب في عنا يعني اول حاله نريد نذكرها، حسبنا الله ونعم الوكيل، في عنا حاله بالاردن اخونا ومن دون ذكر اسماء طبعا بس نذكر اصابته. الشخص معه شلل رباعي كامل ناتج عن كسر بالفقرات العنقية الخامسة والسادسة لسقوط من ارتفاع تم علاجها جراحيا بتثبيت داخلي، يعني حطوا له معدن وبراغي وتثبيت.
كسر بعظمتي الساق الأيسر، تم علاجه جراحيا بتثبيت داخلي. الحالة لحد الآن مستقرة، يستطيع المشي والحركة بعكازه ورباط القاعدة بقوة عضلات الأطراف الرابعة والخامسة. والشخص الأمور الشخص أموره عتسوء لأنه بحاجة إلى علاج فيزيائي. العلاج لمدة 9 أشهر بتكلفة 3000 دينار، تندفع على دفعات. يعني العلاج الفيزيائي لازم يصير له علاج فيزيائي، ولا أموره راح يعني تسوء إلى أسوأ، يعني راح ترجع الوراء. يعني لازم نتكاتف، واللي نقدر نساعد بو راح نساعد بو. يعني الحمل على الرفاقة ريش يا شباب، ونحن هالحزب وضع بصحة وعافية، الله يدينها علينا وعليكم. بيوم من الأيام ما تعرفون الآية كيف تقلب، تجي علينا، تجي على أحبابنا، على أخواننا، على ناس يخصونا، ناس عزيزين ما نقدر نتفرج. نحن نزرع مع الله، لا إله إلا الله، وعسى والله أنه ولعل أنه ربنا ما يخيبنا إن شاء الله. والموضوع عشان يا إخواني وحبايبي، إخواننا بإدلب، يعني نحن عارف الوضع بإدلب الآن يعني سيء جدا، شتوية ومطر وبرد وحرب وضيم، لا شغل ولا عمل ولا أي شيء، يعني بنوب. يعني كمان في عنا تقريبا بين 20 و25 عائلة موجودة في إدلب، كافة إدلب المحرر، ما نخص بأي منطقة. في عنا أشخاص يعني منتشرين على كام على كافة أراضي المحرر، 25 عائلة، من 20 ل25 عائلة. أريد نساعدهم نحن بالتدفئة. طبعا المازوت غالي، الخشب غالي، كل شيء غالي، ولا في شغل ولا في عمل. والمساعدات الإغاثية يعني هتساعد الله يجزيهم خير، ولكن خجولين بهذا الموضوع. ما في يعني ما في انه شيء يغطي هذا الموضوع يعني ابدا. يعني وفي اطفال وفي مرضانين وفي شياب وفي عالم الله يكون بالعونه، في عندنا من 20 25 عائلة. نريد نقوم مساعدتها، انه نقدر نساعدهم، يعني نشتري لهم يعني فحم. نحن قررنا انه فحم لقيناه ارخص شيه وشوي يعني صحي ومتوافر وسعره مقبول ويقدر يدفي العالم. يعني طون الفحم هناك اليوم 85 دولار، الطون يكفي العيله تقريبا شهر، شهر ونص، شهرين، يعني ما شهر لشهر ونص تقريبا. طون الفحم يعني ب 85 دولار نقدر ندفي عيله لمده شهر، عيله كامله. ونريد نشتغل على هذا الموضوع ونساعد، يعني لازم نقف مع بعضنا. يعني مو كل مواضيعنا يعني صرنا نفهم مع بعضنا، يعني مواضيعنا كلياتها ان شاء الله مساعدات ومواضيعنا سياسيه، بس اليوم مواضيعنا اهم شيء، اهم من كل شيء، انه نقف مع اخواننا وحبايبنا، ويعني من دمنا من دمهم موجودين بإدلب. نريد نساعدهم، انه اقل شيء نقدم لهم التدفئه. طبعا المراسله راح تكون على الصفحه، على المسؤولين بالصفحة، وراح يتصور ويتوثق هذا الشيء كلياته، لمين من قدم ومين استلم. نحن قمنا تقريبا بثلاث أعمال إنسانية. البارح نزلنا منشور ذكرنا شو لمن المساعدة من كانت ولمن تقدمت، واليوم قدمنا الأسماء للطفلة رقية الله يشفيها، صارت البيت الحمد لله رب العالمين، ولكن على التعالج خرجوها من المستشفى. هي لازم تظل بالمستشفى، ولكن تظل أكثر من 20 يوم، 25 يوم، كل يوم 150 دولار. فيعني أبوها حب قال إنه ما نريد نضغط أكثر من هيش، راح نأخذها على البيت ونحاول نأمنها التعقيم والعناية، والله يجزيكم الخير. يعني شو تكون أحسن من هيش؟ يعني وقفنا مع بنت وطلعت من المستشفى، والأب والأم يدعونا على طول. نحن تاجرنا مع الله، ما تاجرنا مع أي إنسان، وحاشا لله الإنسان يتاجر مع الله تضيع تجارته. والله يقدم البو خير. نحن نريد نذكر عندنا شخص في الأردن، شخص معاه يعني ديسك، مثل يعني هذا شبه شلل، لأنه ما يقدر يتحرك بنوب، الرجل يمشي على عكازة، يريد علاج فيزيائي. العلاج الفيزيائي على مدة 9 أشهر يكلف 3000 دينار، تتقسط لمدة 9 أشهر،
انه يدفعهن بالتقسيط، بس اول دفعه هي لازم تكون كبيره شوي، وان شاء الله الامور على تسوء. يعني ما صار علاج فيزيائي، الامور يعني بقى العمليه اللي عملها والتعب اللي والمخاسير اللي حطها راح ترجع كلياتها الورا. وعندنا اخوتنا بادلب فتنا على باب شتويه، وان شاء الله يتدفون بهمه الشباب. شباب الاعداد صارت تنزل، نحن مو وقت الاكشن نلاقيهم بالالف، ووقت المساعدات الانسانيه يلاقيهم نزلوا. نحن نريد رجال هين وهين، اللي ما معاه ما في اي يعني اي عتب عليه، ما في اي احراج عليه يعني، واللي معاه الله نريد يعني مساعدته. يعني التجارة هاي مع ربنا مو معانا نحن شخصيا، والله يفرجها علينا وعليكم جميعا. اخواننا بادلب بحاجة، يعني نريد نساعدهم، ودنا نساعدهم نحن بموضوع التدفئة. نحن تمام. اخواننا حبايبنا، احنا مثل ما قلنا اللي ما عنده ما في داعي انه نحن نحرجه، الله يعين العالم. نحن عن حاجة عن الوضعه ما يعني، نحن عن حاجة عن وضعه يعني، مو نقول ميسور مستور يعني، كمان بده نضغط على حالنا شوي. نريد نساعد اخواننا وحبايبنا بادلب، يعني شتوية، أطفال وأولاد ومرضانين وأرامل شهداء، يعني أرامل ومعاقين ومصابين حرب، يعني إحنا لازم نقف معاهم إن شاء الله. الأخ الحنحوني والله ما انتبهت له، يقول له لأنها أكشن وغير أكشن تلاقيها وصلت للميتين. نحن متعودين على هذا الموضوع أخوي إن شاء الله، وإن شاء الله أهل الخير ما يقصرون. وهذول هم الله مو نحن، هذول هم الله، الله ما ينساهم ان شاء الله، الله ما ينساهم، الله يفرجها. نحن نريد نشوف الـ الناس الطيبين شرواكم بالخير، يعني نحن نريد نساعد جماعتنا في ادلب اخواننا وحبايبنا، ما نريد يعني اي احراج. اللي وده شباب، اللي وده يشارك في عمل الخير في المتاجرة مع ربنا يتفضل أرسل لي. وقت نحاول إنه نساعد نحن أهلنا وحبايبنا، ترى ما في أي خجل، ما في أي خجل إن شاء الله. نشحذ اللي هم يسمونها، بعض الأشخاص يكتبون إنه شحاذة ولا كذا، معليش، لأجل عيون تهون، لأجل عين تهون مرج عيون. نحن الحمد لله رب العالمين هنا قاعدين إن شاء الله ما نقصر. حي الله شباب، حي الله شباب. وين الفواعرة؟ وين ربعنا؟ وين الفواعرة؟ وين العكان؟ شباب شباب وينكم؟ حي الله حي الله. أبو هواش تفضل تفضل تفضلوا شباب، اللي يحب يشارك يرسل على العام يدخل مداخلة. ابو هواش تفضل، ابو هواش، ابو هواش محمد الهواش تبرع بطون فحم الى اخوانه في ادلب. كفو ابو هواش، ابو هواش والنعم. كفو نواف السويد ابو تركي قيمة 5 طن من العرامنة، من العرامنة جميعا والنعم. نواف السويد ابو تركي، أبو تركي بقيمة 5 طن، 5 طن من العرامنة والنعم، والنعم العرامنة جميعا حياهم الله والنعم. كفو كفو أبو تركي والنعم، كفو. أبو هواش، أبو هواش 1 طن، أبو هواش الحنحوني والنعم، أبو هواش كفو 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 أبو تركي، كفو أبو هواش.
ابو زيد كان يعني ما انتبهت على التعليقات. ما شاء الله ما شاء الله، حي الله بالشباب جميع، حي الله. سومر الفاعوري، سامر الفاعوري، اخوي سامر تفضل. يعني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله أخوي سامر، تفضل عرفنا حالك أخوي سامر. أنا اسمي سامر الفاعوري. حياك الله أخوي أنا سامر. ما أريد أبين وجهي بس مشان الجماعة ما أريد يصير الحكي عند أهلي، فهمتني؟ المهم أنت تمام تمام الله يجزيك الخير، تفضل أخوي سامر. شنو هي المساعدات مشان نقدر نساعد احنا؟ والله يا أخوي سامر نحن طرحنا فكرة مساعدات الإخوان بإدلب، مساعدهم يعني اقل شيء بالنسبه للتدفئه بالفحم، طون الفحم ب 85 دولار. والشباب ما شاء الله عليهم بلشوا ان شاء الله، في عندنا شخص عن العرامنه تبرع بخمسه طون، وفي ابو هواش تبرع بواحد طون، والاخ ابو زيد تبرع بواحد طون. شلون بدنا ندز؟ اخوي سامر تراسلنا احنا على الصفحه، انت وين؟ انا في فرنسا. حي الله اخوي سامر، سامر الفعوري فرنسا. اخوي تراسلنا احنا انت على الخاص على صفحه المجموعه وتحولها اذا عندك انت من على من فرنسا تحولها على تركيا مشان ما نحولها حوالتين. صار الله يسعد قلبك يا رب. قديش لك اخوي سامر تذكر؟ كفو والنعم، الله يخلي لك عيونك ويحفظك. نقدر نحط على والله والنعم. حي الله حي الله ولاد عمنا والنعم والنعم والله على القاوين ولاد عمنا وحبايبنا وعلى العين والراس. شلون النظام بس فهمني مشان نفوت بالتفاصيل. اخوي سامر الفحم يعني بدهم يشترونه الشباب من نعم. تركيا بالمحرر هو موجود. حق الطون 85 دولار، الطون يكفي العيلة شهر وعشرة أيام، شهر زمان. أريد نشتري لكل عيلة الله قدرنا. طيب شنو يطلع علي؟ أنا ما أريد أقول لك عندي مليار دولار، على قدي، تفضل على قدي يعني أدز اللي عندي على على قدك. لا ما في أي إحراج أخوي سامر، الله يجزيك الخير يا رب. يعني الدعاء المشاركة على صفحتك هذا يعني يعتبر مساعدة، الله يجزيك الخير. ارحب يا خالد ولد خالتي، ارحب مليون يا خالد الفاعوري. حي الله بالجميع، حي الله بالجميع، حي الله ابشر بالجميع. بعزك خيو، هلا من هنا نص ساعة احكي معك على الخاص ونفاهم. كفو اخوي سامر، الله يجزيك الخير واجعلها في ميزان حسناتك يا رب. هاي الافعال الطيبة اللي ترفع راسنا كلنا ان شاء الله، نوقف مع اهلنا ربنا يا اخوي. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يجزيك الخير ومشكور اخوي سامر. واي شيء موجود انا الله يسلم ويطول عمرك ويحفظك. ما بس فوتني على المجموعه بس مشان نفهم على المجموعه مشان تمام تمام ان شاء الله. تمام ان شاء الله نحن بس نخلص بث راح نتواصل معك او تتواصل ان شاء الله حبيبي. كفو ومي غريبة عليكم والنعمة منك ومن ولد عمنا العلقاويين على عيننا وراسنا جميعا. حياكم الله، حياكم الله، ميت اهل وسهلا، في امان الله. حي الله. كفو كفو اخوي سامر الفاعوري فرنسا من ولد عمنا العلقاويين، مساهمته تجي على الخاص. اخوي حذيفة العجيل ابو زيد من فاعل خير، حذيفة العجيل من فاعل خير كمان على الخاص، او واحد طون اي ما انتبهت لها. حي الله بالشباب جميعا، حي الله بالشباب جميعا، ما شاء الله يا شباب. كفو كفو والله. سامر الفاعوري فرنسا من اخواننا العلقاويين، مساهمته تجي على الخاص، كثر الله خير والله يجزيه الخير يا رب. ابو هواش النمسا فيينا الحناحنه واحد طن والنعم من ابو هواش. ومن ابو تركي نواف سويد من عن العرام من العرامنه خمسه طن والنعم، والله يجزيهم الخير. كفو والله جميعا، حياهم الله والنعم. يعني ما شاء الله يا شباب، يعني راح صار عندنا شيء ثمانيه طن ما شاء الله ما شاء الله، وسع الخير الجدام.
يعني والله العظيم وقت نقعد بهالبرد وبهالدفى ونتدفى والله العظيم الله يجزيهم الخير. قبل ايام حمص والحاره وقت نشتري مازوت وبمصاري ونتدفى مع هالبرد على هالمطرات، نقول كفى خير الطنبر اللي مر يعني ومشترينه بتعبنا. عاد انه بني ادم اخ يساعد اخوه، ما ابو احلى منها، ما في احلى منها. حي الله حي الله بالجميع، حياهم الله. نرجع نكرر اخواننا شباب، اخوي هاني من المستلم الامور بالداخل وتركيا. اخوي الذيب الشخص المستلم الامور في الداخل بتركيا ما عرف عن يعني ما حب انه يطلع اسمه للعام، ولكن انت تقدر تتواصل معانا ونعطيك رقم تليفونه واسمه وتتواصل معاه. بس فيك تتواصل معانا على المجموعة، معاي مع ابو خزيم مع ابو هواش مع اي شخص من المسؤولين بالمجموعة، حياك الله. المهم انها تصل، يعني مو مهم من يستلم، المهم انها تصل. وحياهم الله حياهم الله جميعا الشباب. شباب لسه عنا لسه عنا يعني كثير شغلات لازم، يعني لازم نسوي شيء ربعنا، يعني كل والله كل فترة يعني أشغلناهم نحن وسوينا لهم إياها مثل المسلسل التركي، وشي مع وشي ضد. يعني كمان ما ننسى هالمواضيع هاي نلتفت لها، يعني هذا احنا تقريبا هذا رابع عمل انساني الحمد لله نشاركه، والحمد لله رب العالمين كلها الله ما فشلنا فيها، الحمد لله رب العالمين. شباب 20 عيلة، من 20 25 عيلة، يعني كل طن فحم حقه 85 دولار. الطن يكفيهم شهر شهر ونص اكيد، يعني راح يشدون ايدهم اكيد اكيد. نريد نساعدهم نحن. حي الله بالشباب جميعا. حي الله نور ابو بدر، حي الله اخوي نور ابو بدر، حياك الله. ابو هواش معانا انت على المباشر؟ ابو هواش ارسل. شباب اللي ما الله مقدره مو بقدرته يعني لا ينحرج ولا يتضايق، هذا امر الله ومقدر، واللي عنده واللي عنده ابو جاسم الفاعوري. اخوي ابو جاسم 700 وشوي على التركي، صح اخوي ابو جاسم صح. نور ابو بدر حياك الله، وياك حياك الله خال والنعم، الله يجزيكم خير انت. شباب ودنا مشاركة للبث، ودنا مشاركة للبث عشان نقدر نساعد، يعني تصل الامور، يعني طون شعير يعني طون فحم بلا مؤاخذة عني يا يعني يدفي عيلة، يعني هذا الحلم عنا، انها يعني قد ما فينا نساعد قد ما فينا نساعد. حيا الله جاسم السلمان، حمزة السلمان، حياهم الله جميعا الشباب. نرجع نذكر يا اخوان، عندنا شخص بتركيا مصاب عملية ديسك، والرجل معاه إعاقة 73 أو 75%، وصور العملية وينراد له علاج فيزيائي لمدة 9 أشهر. العلاج الفيزيائي يكلف 3000 دينار لمدة 9 أشهر، كمان هذا لازم ما ننساه إن شاء الله. عسى ولعل على يعني يدكم تصل الأمور لحد الإنسان يتكفل ويساعده بهذا الموضوع، لانه اذا ما سوى عمليه ما سوى العلاج الفيزيائي امور راح ترجع سيئه واسوء واسوء، يصير في ضمور بالعضلات، يعني الامور تنتهي. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يفرجها عليه وعلينا يا رب. ونرجع نقول في عنا بالنسبه فيصل الغازي، علي طون خال. فيصل الغازي انت وين موجود اخوي؟ فيصل فيصل الغازي من حضرتك اخوي؟ فيصل فيصل الغازي علي طون خال. فيصل الغازي فيصل الغازي صلح لي اذا اني الشخص الموجود، الشخص الموجود بالنسبة للعلاج الفيزيائي موجود بالأردن،
فيصل الغازي بتركيا. حياك الله خال. كمان ولد عمنا وحبيبنا اخونا فيصل الغازي بطون بطون، تبرع بطون فحم تدفئة لأهالي إدلب. فيصل الدروش، حياك الله أخوي فيصل الدروش، والنعم فيصل غازي الدروش، حيا الله خال، الله يجزيك الخير، حيا الله خال. إي والله يا خال الفعوري يا حمد، إي والله حياك يا خال، اضحك خذ راحتك خال ولا يهمك. فيصل الغازي الدروش طون فحم، الله يجزيك الخير اخونا فيصل. اخونا فيصل نحن راسلك نقول لك وين تتواصل ومع من الشخص المستلم هناك، لانه الشخص المستلم هناك يا شباب ما يريد يعني يطلع اسمه على العام، لانه يعني هاي رغبته. حي الله. تمام. يا شباب الفوارة، بالنسبة للأخ حمد الفاعوري، يعني لا تأيدون على هذا الموضوع بنوب، يعني الأكبر من هيش ما أثرت فينا، موضوع يعني بالمؤاخذة تافه مثل هذا ما يرد عليه، راح ناخذه بروح رياضية. اللي يا شباب نحن موضوعنا هنا إنساني، يعني عن مثل عالم بالداخل، يعني عن ساعد عالم بالداخل. حب لك تساعد، الله محييك الله يجزيك الخير، ما حب لك تساعد الله كمان ييسر امورك. يعني ما نريد، لا يعني موضوعنا مو اليوم، بكره او بعد بكره، بس اليوم نحن طالعين موضوع انساني، نحن نريد نساعد الناس في ادلب، اخواننا واهلنا وحبايبنا. والله نحن مو فايتنا شيء، قاعدين ومبسوطين، يعني مو يعني الحمد لله الامور تمام عندنا هنا، نحن فضل من الله، ولكن يعني عم نشوف اخواننا في ادلب كل سوريا في مساعده. والله يعني الفوارة 150 الف طلع منهم واحد فعوري حش باسمهم كلياتهم وطالب انه نساعد الناس، ترى مو عيب، يطلع غيري ويطلع غيري ويطلع ويطلع ويطلع، كلنا نصفق له الله محييه، لانه عمل انساني، ساعد باللي تقدر عليه. ما نريد يعني العالم ساكته، في عنا ان شاء الله اخوي نور ابو بدر، ان شاء الله ان شاء الله اخونا ابو بدر، يعني نحن عم تطلع، يعني احنا في كثير شغلات عم نقدمها مساعدات، نحن عم نعرضها العام، لانه في اشخاص الله يجزيهم الخير هم يتكفلون فيها وما ودهم اياها تطلع لا على العام ولا على الخاص ولا تنبث ولا ابدا، يعني حتى يعني في كثير مساهمين في هذا الموضوع، يعني في عندنا كثير مساهمين في هذا الموضوع، عن ساعد الناس وعلى السكيتي، يعني من دون ما حدا يدري، من دون ما حدا يسمع. والله جعلنا نحن يعني مجموعة الأحرار، مو أنا شخصيا، أنا ما أمثل شيء، مجموعة الأحرار يعني هي باب لهذا الموضوع. الفاعوري حمد الفاعوري، خذ مجدك، الله محييك. بالنسبة يا شباب نرجع نذكر بالأخوة اللي ساهموا بموضوع التدفئة، نواف سويد أبو تركي 5 طن من العرامنة بشكل عام، أبو هواش الحناحنة النمسا 1 طن تدفئة للأخوة في إدلب، سامر الفاعوري العلقاوي ولد عمنا المساهمة على الخاص إن شاء الله، فيصل الغازي الدروش 1 طن فحم. في يا شباب في حدا نسيناه او غفلنا عنه؟ تعليقات راحت. عفوا، من ابو زيد حذيفة العجيل، من فاعل خير كمان طن، حذيفة العجيل فاعل خير كمان 1 طن 1 طن
واحد طن منه اخوي ابو زيد. الموضوع انتهى خلاص، انسى الموضوع اخوي ابو زيد. هاني هاني جريد واحد، ما اخوي بهواش، بس واحد يكتب لنا جوز فاتتنا نفذة. هاني أجريد واحد طون، كفو هاني أجريد، هاني أجريد الله يجزيه الخير. هاني أجريد كفو كفو أخوي هاني أجريد، والله يشفيك والله يكتب لك العافية. يعني أخونا هاني الأجريد والنعم منه، يعني إنسان مصاب، إنسان يعني قدم كثير للثورة وما زال يقدم. الله يجزيك الخير، الله يجعلها في ميزان حسناتك. اللي مثلك منهم مثلك اخوي هاني نرفع بهم الراس. يلا محييه يا شباب. بالنسبه لي انا ما حد يعني اتركوهم، نحن متعودين يعني حاسين بالمهم وحاسين بوجعهم. نحن يعني ما ودنا حشي غير هيك. يعني في مثل يقول لك اصيح على قد الوجع، نحن عادي ما الامور امورنا تمام كلياتها، وان شاء الله مستمرين وصامدون. لا ولا يهمك اخوي هاي السلمان، لا يعصبونك ولا يهمك. فرج الخلف ابو جاسم الفاعوري الحنحوني 94 ضر. اخوي فرج بس وضح لنا لو سمحت، او اتصال. اخوي فرج ابو محمد بس وضح لنا. شباب مشاركات، شباب اللي انتاجروا مع الله، الدنيا برد ونريد ندفي اخواننا. الله يجعل ثوابهم على ايديكم ان شاء الله، الله يجعل ثوابهم على ايديكم، الله يجعل متاجرتكم خالصه لوجه الله. ان شاء الله تنسألون عنها بل يوم الموقف العظيم. يا اخي اخوي ابو فرج ابو محمد دائما تبع التعليقات. الزلمه يقول لي حق الطون 94، الزلمه هذا ما تبرع. لا الزلمه ما الزلمه الزلمه ابو الزلمة اخونا يسالنا يقول الطون حقه 94، مو عم يقولنا. لا اخويا تمام. هيا يلا شباب مشاركه، شباب مشاركه، شباب نريد نساعد، شباب نرجع نذكر بالمساعدات، عفوا بالمساهمات. شباب يعني تعذرونا نحن تطلع منا كلمه ما لازم تطلع، نعتذر منكم. المساهمات من نواف السويد ابو تركي 5 طن من العرامنة بشكل عام. ابو هواش الحناحنة النمسا 1 طن. حذيفة العجيل ابو زيد عن طريق تفاعل خير او اللهم اعلم 1 طن. سامر الفاعوري فرنسا العلقاوين المساهمة على الخاص. فيصل الغازي الدروش 1 طن. كمان التواصل راح يكون على الخاص. الأخ هاني أجريد كمان طن والنعم. فاعل خير 1 طن. 1 طن فحم. اوكي. السلام عليكم. فاعل خير من النرويج او ما عرفنا من وين. فاعل خير 1 طن ما يريد ينذكر اسمه، تمت المراسلة على الخاص. الله يجزيه الخير ويجعلها في ميزان حسناته. حيا الله اخونا ابو هواش. الله حياك، شلونك؟
السلام عليكم، اخبارك؟ ان شاء الله بخير. اتمنى انكم ما تحضرون حدا، حتى نحن ما نحضر. شوف يا ابو، شوف، حتى الوسخ يبين على وساخته. هذا البث عمل انساني، الكم مشاحنات شخصيه مع هاني شعير تبن حنطه، خلصوها بين بعضكم. نحن اتفقنا ما حد يجرح حدا، وهذه الصفحة للمساعدات الإنسانية. أنت اللي هتساوي مشاحنات، أنت واحد نذل وودك تخرب المساعدات. إذا بك ذرة ناموس وذرة دين ما تساوي مشاحنات. يعني قصدك عن هذا حمد الفاعوري؟ أخي ما رد على جزء أولاد حدا، بس حتى الناس تعرف الوساخ، الوسخ يبين للناس كلها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الإنسان إذا ما تقدر تناصر أخوك لو بلسانك الدعاء بقلبك، مو تجي أنت يا وقت ترفيتك وسخة. هذا مشروع إنساني، إذا أنت في غايات شخصية خلي غايات الشخصية لك. أنت مداخلتك هاي بدك تشتت الناس لتنزع العمل الإنساني، وهذا بعيد عن شاربك، عن شاربك وشارب الإنسان. نح إذا ودكم تعيدون للمشاحنات ترون نفتح الدفاتر المزبوط. خليك إنسان محترم، أنت اللي عم تغلط. لك شغلات شخصية من أمس قلنا لكم الشغلة هذيش حطيناها ورا ظهرنا، مشروعنا مشروع إنساني، لا تخلونا نرجع للمشاحنات. لا أكون إنسان محترم، تعليقك محترم بو فائدة للناس أو نضب ببيت أهلك. لا تفرجي وساقتك وساقط أهلك للمجتمع، لولك ما أنت أهلك وسخين اكثر منك ما تطلع تساوي مشاحنه. هذا عمل انساني، مشروع انساني. ممكن تكون اختك، ممكن بنت عمك، بنت خالك المعتازه، جارتك، لا تخرب عليها، لا تغير مسار المشروع. مشروع انساني، عندك شغله انسانيه احكيها، ما عندك حط باذنك خرط حيش السامعين وحيش المتفرجين كلهم واسكت. لا تغير المسار ولا تحضرون ولا واحد. كل وسخ بين اسمه، قول هذا الوسخ فلان فلان هيغير المسار. الكم شغلات شخصية روحوا حلوها بعيد. الأمور اللي انتوا ودكم إياها حطيناها ورا ظهرنا نحن. إن عدتم عدنا وبقوة. ها، السلام عليكم. سلامكم، حيا الله أخوي أبو هواش، ما قصرت، الله يعطيك العافية. يعني شباب، بس قبل ما ننسى، في الأخ محمد العجيل أبو هاني من فاعل خير واحد طون. من الأخ محمد العجيل أبو هاني من عن طريقه فاعل خير واحد طون فحم، مساعدة للأخوة. نحن بس نعقب شلمتين عن مع الأخ أبو تركي. نحن قلنا إن إحنا الصياح على قد الوجع، ما راح نسكت وما راح نهدى. وهاي المواضيع وال يعني الدنيا كلها صارت تعرفها، والاساليب البنيئه وال ما ودنا نحكي كلام سوقي. نحن ما ودنا نحكي كلام سوقي، يعني نحن يعني ما نريد اخواننا وحبايبنا ياخذون على خاطرهم ولا يزعلون. يعني انسان يمثل اللي مثل حكايته، ما ودنا نقول تافهين ولا أقل ولا أكثر، ولكن فهمتوا علينا، يعني مثلون أنفسهم. نحن اليوم عم نقوم بعمل إنساني مشان نساعد أهلنا وحبايبنا واللي من دمنا بالداخل السوري، ولكن هم 150 ألف زلمة بالفوارة أو أكثر أو أقل، الله أعلم، 150 ألف زلمة بالفوارة. يعني طلع منهم الزلمة حكى بهذا الموضوع، وين المشكلة؟ شباب البث حطوني اياه، شاركوني اياه على 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 كل المجموعات، في يتواصلون معنا اشخاص على الخاص انه احنا عم نلاقي البث او احنا عم نشوفه. لا
لا الكنترول، الكنترول من عند سومر. ابو فهد، ابو فهد، ابو فهد، بس ترتب امور المجموعه. في كثير كثير اشخاص حتتواصل معنا على الخاص تريد تشارك بهذا الموضوع، لكن مو حيطلع عندها البث. يا شباب حاولوا توصلوا، اهم شيء الارمله اللي ما عندها غير الله ثم امثالكم، الله يجزيك الخير ان شاء الله. نور ابو بدر ان شاء الله يا رب، الله يفرجها عليهم يا رب. والله يا اخوي ابو بدر كنا نحكي بهذا الموضوع من فتره، يعني يعني الرجل اللي صار اللي عنده اولاد وعنده عيله كبيره صار هو بحاجه اكثر من من الارمله، الله يفرجها عليهم اثنين. يعني خاصه يعني خاصه الموجودين بادلب، اللي بادلب الارمله والعاطله عن العمل مثل بعض. يعني حي الله بالشباب، حي الله بالشباب جميعا، اهلا وسهلا فيكم. حي الله، حي الله ابو عبد الله، ابو عبد الله والنعم، حياك الله ولد العم. شباب نرجع نذكر باللي ساهموا معنا مشروع التدفئه لاخواننا في ادلب. نواف ابو تركي 5 طن من العرامنه، ابو هواش 1 طن، ابو هواش الحناحنه 1 طن، حذيفه العجيل، ابو زيد الحناحنه 1 طن عن طريق تفاعل خير، سامر الفاعوري فرنسا العلقوي المساهمه على الخاص، فيصل الغازي الدروش تركيا 1 طن، هانيه الجريد 1 طن، محمد العجيل ابو هاني عن طريق تفاعل خير 1 طن. الله يجزيهم الخير يا شباب، نحن مشروعنا بين ال 20 وال 25 عيلة، لسه عودنا هم شوي. شباب مشاركة، المشاركة. أبو مهنا العفنان، المسؤولين عن التوزيع دزلي أرقامهم، تم أخوي أبو مهنا راح يصلك أرقامهم. أبو عبد الله، أبو عبد الله حي الله نباك أخو ولد العم، ميت أهل وسهلا، حياك الله على العين والراس أنت. شباب المشروع في عالم تدخل من جديد، اكيد ما كانوا معنا على الخط. العمل الانساني اليوم عندنا لمساعده من 20 ل 25 عائله، عمل انساني يعني بالنسبه للتدفئه نشتري لهم فحم، لانه لقينا ارخص شيء الفحم الطن ب 85 او 95 دولار ما اتذكر، 85 دولار. نريد نساعدهم يعني حتى لو العيلتين نشملهم بطن، يعني المهم نعمل شيء لوجه الله، يعني المهم شيء يعني نساعد، يعني نخلي طريقة التعاون، التعاون يعني أهم شيء نبني عنا الطريقة، الطريقة التعاون، إنه نتعاون، مو إنه كل فلان يدبر رأسه. في عالم تقدر تدبر رأسه وفي عالم لا حول ولا قوة ما تقدر تدبر رأسها. يعني التعاون يا شباب والفزعة، يعني اللي معه اللي ضد اللي فوق اللي تحت كله لازم تشارك. يعني ما شاء الله اللهم صلي على سيدنا محمد، يعني يعني الأمور حد الآن ممتازة جيدة جدا، يعني وإذا لقينا كمان نساعد ما في اي مشكلة، خاصة موضوع التدفئة بالشتوية يعني في ظل هذه الاوضاع يعني مستاهلة انه الواحد يتعب شوي. نحن ما نريد نحرج اللي ما عنده، اللي ما عنده لو الله والله يغني ان شاء الله، الله يستره. نحن نقول اللي عندهم واللي الامورهم ماشي حاله يضغط على حاله شوية كمان حبتين، لازم الجميع اللي يقدر يشارك يشارك يا شباب، لازم. هرب جعفرين منين جيتني، حي الله، حي الله أهل عفرين. شباب نريد نساعد في هذا الموضوع، نريد نساعد في هذا الموضوع. شباب ما قصروا، ما قصروا، نريد مساعدة، نريد ال عفوا اذكر رجال بالأردن، ذكرناه، ذكرناه أخوي محمد أشعلة، أخي الحطب رامي المازن، أخي الحطب 150 ألف سوري والفحم 130 دولار. والله يا أخي رامي المازن، نحن التواصل كان على المجموعة، هذا الموضوع اللي وصلني هنا نحن على أرض النشر. أخي الحطب 150 ألف والفحم 130 دولار، كمان راح نأخذ في هذا
بإدلب الحطب ب110 دولار. إن شاء الله تنحل يا شباب، أبشروا وإن شاء الله يجيكم الخير إن شاء الله، ونساعد اللي نقدر عليه. شباب المشاهدات نزلت للـ70، نريد يعني فزعة، نريد فزعة من أهل الخير. أخواننا نريد ندفيهم، أخواننا نريد نساعدهم يا شباب. يعني الواحد انخليت بليت، وبو زلم شرواكم، بو عالم قلبها لله، بو عالم تاجر مع الله، في كثير كمان مراسلات على الخاص، على الخاص نحن نراسل. يعني نريد نشارك بهذا الموضوع، نريد نزرع شغلة اسمها التعاون، يعني بين بعضنا، يعني نعاون بعضنا، نساعد بعضنا بكل شيء. مظبوط الفحم أوفر، الفحم أوفر وجود صحي أزبط، والعالم كلها عندها صوابع على والله. لا أبو زيد، لا أبو زيد، نحن اليوم نخليها على هذا الموضوع. إن شاء الله يوم السبت، يوم الجمعة أو السبت إن شاء الله. يوم السبت، يوم الجمعة أو السبت إن شاء الله راح يكون عندنا بث مباشر عن الموضوع السياسي إن شاء الله. شباب شباب مشاركات، شباب لايكات، شباب نريد لا أخوي أقول لك الحطب الفحم أحسن ما الحطب. الله يسعد قلبك، ورد أقول لك المناطق سعادة. الله يسعد قلبك، ما شاء الله عنك يا حبيبي، تسلم لي أنت. أبو بلال، أبو بلال عمران الغازي، الله محييه. أبو غازي وين أبو غازي يا شباب؟ علاء شوفونا، علاء، علاء أبو غازي. الله يفرجها، الله يفرجها. الشباب عاد يقول شيء، يقول الفحم اغلى من الحطب، وشيء يقول الحطب اغلى من الفحم. يعني ان شاء الله احنا نشوف على الواقع شو يقولون الموجودين على الارض اللي يدفون، هم يعرفون وضعهم اكثر من اي انسان. وان شاء الله يعني نرتب الامور، ان شاء الله نرتب الامور. الحمد لله رب العالمين يا شباب. نذكر باللي اليوم اللي الله قدرنا عليه، واللي بهمتكم، همة الطيبين شرواكم والنعم منهم جميع. نذكر نواف أبو تركي، نواف السويد أبو تركي، 5 طن من العرامنة عامة. أبو هواش الحناحنة 1 طن. سامر الفاعوري فرنسا العلقاوين، المساهمة تجي على الخاص. فيصل الغازي الدروش 1 طن فحم. هاني الجريد 1 طن فحم. عن طريقة الأخ محمد العجيل أبو هاني من فاعل خير 1 طن فحم. أبو عبد الله، أبو عبد الله حذيفة أبو زيد متعود على الأكشن. أخوي أبو زيد يعني الموضوع اللي عياكل يشرب معاك، عياكل يشرب معاي بكل ومع أغلب أهالينا، بس نحن اليوم ما نقدر نتطرق له. نحن موضوعنا عرفنا شنو هو وخبرنا الشباب، موضوعنا انساني، ولكن ان شاء الله يوم السبت يوم الجمعه ان شاء الله راح يكون لقائنا معاكم. عبد المالك العوض السلام عليكم، حيا الله بالقال. شباب قبل ما نختم، قبل ما نختم، في حدا لسه يفكر ويشاور نفسه؟ المتاجرة مع ربنا، وهالشيء رايح لأخواننا بإدلب، لا شغل ولا عمل ولا أي شيء، يعني رحمة الله بس، عايشين برحمة الله. المساعدة للناس، المساعدة لأهلنا بإدلب، المساعدة نحن مريد شيء، نحن نكون صوت أنه نحط الضوء على هالنقطة هذه، نريد نساعد أهل إدلب اللي بعازه طبعا، المحتاجين طبعا، مو لل فهمتوا علينا. والله فوتونا بالحيط يا اخوان، انت والحطب ارخص، نحن نرتب الامور ان شاء الله. اي عمها ابو زيد، نحن مثل ما قلنا عن سلط الضوء على ناس
بالداخل السوري الذين لا حول ولا قوة لهم، نريد نقف معهم ونساعدهم. تمام، والنعم بالله، الله يستر على الأخوان بكل بقاع الأرض. الله يسعد قلبك يا أخوي هاني. تمام، الله يستر عليهم جميعا. أبو زيد ما يقصر. لا على مهل شوي، معنا ألحز نقلبها سياسة، نرد نرفعها المراسلات على الخاص. تجينا كل يوم بشكل لا يوصف. قيمة البث المباشر، قيمة، تعودت الشباب على الأكشن، ونحن غايتنا مي أكشن يا شباب. اليوم غايتنا مساعدة، وقوف مع أهلنا، وقوف مع ناسنا. حي الله بالشباب. قبيلة الفواعر الأحرار، يا هاني بعفين حطب أرخص من الفحم، غالي، وعندنا الدانة الحطب غالي والفحم أرخص. والله يا أخوي نور أبو بدر، يعني إن شاء الله نتواصل ونشوف كيف راح تترتب الأمور. أبو عبد الله، الله يطول عمرك ابن العم. حي الله أخوي، الله يسعدك يا ابن العم، هذا كفوك الطيب، الله يطول عمرك يا رب. بالنسبة يا شباب اللي يسألنا عن الفحم أرخص والحطب أرخص، اللي هم على الأرض اللي ساكنين بهالخيمة بإدلب أو بهالبيت، هم يعرفون شنو اللي يناسبهم، وهذا الشيء راح يصير بالتوافق معهم إن شاء الله. نحن ما راح نفرض شيء، نحن ما نعرف هناك أي أوفر وأي أزبط، ما نعرف نحن هناك، نحن بعيدين عنهم. الموجود هناك هو يدري أكثر بهذا الموضوع، والله يفرجها عليهم، الله يهونها. يعني هم وعندكم رقبان، مخيم رقبان، الحلقة الأضعف، هم اللي تشلوها الصيحة على الآخر، هم تشلوا الخبطة الأخيرة، الله يسهل عليهم إن شاء الله. الله يسعد قلبك أخوي نوار، ما عليك زود، نحن من بعدك ابن عم، الله يطول عمرك يا رب. يعني أنا فهمت على الشباب تسألني الحطب أرخص، كل واحد يطلع يحكي يعني اللي شايفه هو، بس نحن مثل ما قلنا الأمور راح يقدرها صاحب المسؤولية. هاني ما رأيك عن التشكيل الذي يتم لقمع المدنيين في الشمال السوري؟ يسأل سائل. أخوي أبو حذيفة، هذا يعني إن شاء الله يوم الجمعة أو يوم السبت، يوم الجمعة أو يوم السبت يا شباب نناقش هذا الأمور. مزبوط أخوي أبو عبد الله، جماعة مخيم رقبان وضعهم مأساوي أكثر شيء. والله يعني الحمد لله، يعني قدمنا شيء خجول هناك، وعن طريقة أشخاص كمان كما ذكرنا ما يريدون لا يطلعون لا على الشاشة ولا على الصورة، بينهم وبين ربهم، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. الوضع جدا سيء، يعني الانترنت تراسلهم اليوم بعد 5 أيام يراسلونك، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يفرجها عليهم وعلينا يا رب. يا شباب والله دي ما وقفنا مع بعض بهاي الظروف، يعني والله العظيم وين من الاسلام، وين يعني شو بدي اقول لكم، والله ما اعرف. يعني ما ساعدنا بعضنا، ما وقفنا مع بعضنا، ما يعني لازم يعني اقل شيء تدفئه يا رجل، تدفئه ولا مريض ولا، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. اخوي حذيفه، الموضوع اليوم نختم بس بالمساعدات الانسانيه، والموضوع هذاك ان شاء الله يوم الجمعه ويوم السبت. طبعا احنا ما راح يعني نطول اكثر عليكم، يعني الحمد لله رب العالمين. يا شباب والله العظيم لو اطلع بث كل يوم واجيب مشوالين فحم غير اطلع، يعني هي مو شيء بالنسبه لي ولا لك ولا انت اللي عاد تشوفني هالحز الطوني جوز، مو بالنسبه لي ولك ولا شيء، بس والله العظيم كيس الفحم يساوي شيء كبير العيله بحاجه تدفئه.
هناك، القليل عندي هو الكثير عندهم. يا شباب القليل عندنا هو الكثير عندهم، نحن عندنا الدولار ولا اليورو ولا شيء. يعني واحد يطلع على يطلع مشوار هنا وهنا على مطعم يحط له 50 يورو يرجع، اللي عندهم تصويهم خيرات الله، هذا 50 يورو تعملهم تجيبهم طون فحم يدفيهم لمدة شهر شهر ونص. ونرجع نذكر اخواننا حبايبنا، عسى ولعل الله يجعلها على ايديكم، وعلى ممكن الله ما تعرفون ربنا شلون هينا. في عندنا شخص في الاردن عامل عملية ديسك، عنده عجز 73%، عمل عملية ديسك ولازم له علاج فيزيائي، العلاج الفيزيائي يكلف 3000 دينار لمدة 9 أشهر. لازم أول دفعة يدفعها 1900 أو 2000 دينار أول دفعة، وكل جلسة بعدها ب 150 دينار، أو راح تموت، يعني راح تموت العضل، راح يصير بها ضمور وترجع الأمور يعني يعني للشلل. اللهم شافينا وعافينا. يا شباب اللي يقدر يراسلنا على الخاص او يشوف يعني حتى ولو بعض الصلاة تدعي له، الله يفرج عليه الله يهونها عليه. اخ بالاردن بحاجة الى علاج فيزيائي 3000 دينار لمدة 9 أشهر، الشخص معاه اعاقة 73%، الشخص لازم تصير له علاج فيزيائي بأسرع وقت مشان الله هيك يسهل أموره. والوضع جدا سيء، ما نقدر نسمي هذا الشخص، ولكن وضع جدا سيء هناك. الله يفرجها عليه والله يفرجها علينا والله يفرجها عليكم، والله يجزيكم الخير يا شباب الجميع. الحمد لله رب العالمين، مثل ما قلنا لو نطلع كل يوم ولو أنه بشوالين فحم ان نقدر نساعد الاخوه هناك والله ما نقصر. اي جهد بهذا الموضوع انا جاهز، اي جهد يعني، واتحمل الشغلات اللي تعرفونها انت هاي خلاص، هاي من ورانا، هي من يوم يومها ورانا ما نسال عنها، بس نحن ودنا العنب، نريد نيسر امورهم، نريد نشتغل شيء لهم اخي، نريد نشتغل شيء لهم، نريد نساعد. وينهم عليهم طرح عندكم ما هم؟ أبو نجم الدين الفوارة، والله ما كنت مع التعليقات، خلوا نبات أشرد عن التعليقات تموت الفكرة براس الواحد. مسؤول تفضل. تمام، حيا الله أخوي رامي المازن والنعم منك. شباب الله محييكم جميعا، ألف واعرب بكل أطيافهم، ونخص فيها ما يعتبون علينا أولاد عمنا الفواعرب من باقي الأفخاذ، نخص فيها الحناحنا. يا شباب الشخص هذا تون يعني جاني اتصال مثل ما شفته على الخاص، الشخص هذا اللي بحاجة علاج فيزيائي وعنده عامل ديسك، هو من أولاد عمنا الحناحنا، يعني نريد نساعده، نريد الله يقدركم عليه، يعني مو 3000 دينار، 3000 دينار فوق 4000 دولار، ولكن يعني ان شاء الله يعني مي صعبة ومي شغلة مستحيلة، يعني شغلة كبيرة شوية بس يعني مي مستحيلة. 3000 دينار شخص فاعوري من الحناحنا، الشخص معاه ديسك ومعاه عجز 73%، الشخص بحاجة إلى علاج فيزيائي، تكلفة العلاج الفيزيائي 3000 دينار أول دفعة تقريبا 1900 أو 2000 دينار وكل جلسة بعدها ب 150 دينار. نحن نريد يعني نقدم شيء، وإن شاء الله يجعل هالشيء على يدكم. حيا الله شامل عز، حيا الله بالعم، حياك ميت أهل وسهل منور. نحن نرجع نذكر كمان موضوع العمل الإنساني اليوم اللي طرحناه، عملنا مشروع أنه نجمع بين من 20 إلى 25 عيلة أنه نساعدهم بتدفئة على الفحم، طون الفحم 85 دولار، الطون يكفي من الشهر للشهر وعشرة شهر 15 يوم الله أعلم حسب الأمور.
طرحنا هذا الموضوع وقام الأخ نواف أبو تركي، نواف السويد أبو تركي، بمساهمة بخمسة طن من الفحم من العرامنة. الأخ أبو هواش حناحمة 1 طن، حذيفة العجيل عن فاعل خير 1 طن، سامر الفاعوري فرنسا العلقاوين المساهمة على الخاص، فيصل الغازي الدروش 1 طن فحم، هاني الجريد 1 طن فحم، عن طريقة محمد العجيل أبو هاني عن طريق فاعل خير 1 طن، وفي مراسلتين على الخاص إن شاء الله تترتب. شباب بس بدنا نحكي بموضوع، بس لا ما راح نحكي اليوم، راح نحكي اليوم في عدد، راح نحكي عن الأشخاص اللي إن شاء الله باليوم الجمعة أو يوم السبت ألودهم يشتغلوا بالنسبة للتبرع القديم اللي صار، منهم الأشخاص اللي راسلونا وتواصلنا معهم أنهم يقدمون هذا الشيء، ولكن تم التواصل معهم وصارت ألم ماطلة وما تم دفع أي شيء ولا مشاركة بأي شيء. هاي الأسماء رايحين ننشرها وننشر إذا لنشوف، ما بدنا ننشر محادثات، ننشر الأسماء بالتفاصيل وشو صار بقلم ألم نشرح إن شاء الله. بالبث الجاي موعدنا يوم الجمعة أو يوم السبت، رحنا راح نثبت هذا الأمر إن شاء الله، موعدنا معاكم يوم الجمعة أو يوم السبت بث إن شاء الله، مشان مواضيعنا سياسية كل شيء، يعني كل شيء يطرح بالنا راح نطرحه، وأي شخص عنده فكرة عنده أي شيء يراسلنا على الخاص ويشرح لنا إياها وممكن نتبناها ونطلع نحكي فيها. زياد التيم الدرويش حي الله، خال منور، مروان العرفي حي الله، بلال أبو عمر حي الله من العم بلال. نحن نريد نرتب الأمور كلياتها، يعني نريد إن أكثر شيء إن يعني يا أخي نريد نفضل مواضيع الإنسانية، بس إذا ما في مساهمة بالمواضيع الإنسانية ما عندنا غير موضوع السياسة، ودنا نظل كل نهار كل جمعة فيه. طبعا لا راح نشتم ولا راح نسب ولا راح نغلط ولا بنوب ولا أبدا، والله يجزيكم الخير جميعا يا شباب، ونشكر كل الذين ساهموا إخواننا بمشروع التدفئة، والله يجزيهم الخير والله يعوض عليهم، واللي ما معاه واللي ما قدر الله لا يخجله والله لا يهينه، والله يسر عليه والله يفتح عليه، وجزاكم الله خير جميعا، الله يعطيكم العافية، ونحن نعتذر عن أي إساءة طلعت منا أو أي خطأ مقصود أو غير مقصود، نحن كلياتنا ولاد عم، الدم ما يصير مية، ما راح نغلط بحق حدا ولا نتمنى حدا يغلط يعني علينا ولا نكون سبب في هذا الكلام. حذيفة العجيب كلام، نعم 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 أخويا أبو زيد، إن شاء الله موعدنا فيكم معكم يا شباب يوم الجمعة أو يوم السبت، راح نحدد لكم قبل بيوم إن شاء الله موعد. يا شباب راح أعمل مجموعة خاصة مشان على الشبيحة. أبو زيد بده أكشن، أبو زيد إن شاء الله يوم الجمعة أو يوم السبت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعذر من الله ثم منكم إذا قصرنا معاكم أو أخطأنا أو أسأنا أو ما كنا قد المطلوب منا، ولكن هذا اللي الله قدرنا عليه، والله يجزيكم الخير أنتوا وشنتوا والسبب، الله يجعلها في ميزان حسناتكم.